القادمة. يعني شوف بالتأكيد وجود هذه الجمعية الكندية أكبر جمعية في كندا بتضم تحت لواها أكثر من 320 مكتب سياحة وسفر هم اللي بيحركوا السوق الكندي. وجودهم بالأردن مهم جدا للقطاع السياحي. هذا إن شاء الله سيزيد من أعداد السياح في الأعوام القادمة. وجودهم الاطلاع على المواقع السياحية التجارب السياحية المحلية بالتأكيد سيكون علامة فارقة في أعداد السياح. إحنا داعمين هذه المؤتمرات إن شاء الله راح نشوف مؤتمرات أكثر وأكثر في الأردن. السوق الكندي مهم لنا وأكيد التجارب السياحية المحلية هي تركيزنا الآن وهم لهم دور كبير ترى في موضوع دعم هذه المشاريع من أول وراح يزوروا التجارب السياحية المحلية اللي هم أصلا دعموها وتبنوها واللي زادت الآن كانت بلشت زمان ب 12 تجربة سياحية محلية اللي هم نحكي أكثر من 750 تجربة سياحية محلية في كافة محافظات المملكة.